بلاش يعني. ممكن نقول ان المتر الارض كان ارخص من متر السجاد او السجاد. متر السجاد يا الله. يعني كانت اراضي اللي هي مثلا قيمتها دلوقتي 40 او 50 مارك او 60 مارك، يصل المتر كان ب 2 و3 مارك و4 مارك. بلاش الا ربع زي ما بيقولوا عندنا في مصر. نعم. بلاش الا ربع. تفاصيل مواطن بوسني طبعا انت بتتكلم مصري زينا، لكن طبعا الناس تقول لك اه ده مصري بس لا، لا هو بوسني اتجوز السفراء بتاعه فالراجل اتجوز السفراء بتاعك من بره. اب عن اب ام يعني. اب ام سنين. لكن مولود القاهره يعني. مولود القاهره ما شاء الله. يعني ادينا يعني بعض المتابعين عندنا بيسالوا يقول لي يا عبد الله اشرح لنا التفاصيل بالظبط اللي صار. هي عامه التفاصيل ان في قوانين او لائحه كبيره البوسنه لازم تبدا يعني تنفذها. انت شايف اكتر استثمارات العقاريه اكتر شيء يعني واحد يشتري ارض ويقسمها، واحد يشتري ارض ويبيع عمارة. انت ما شاء الله عندك انشطه مختلفه. نعم. لكن انت بتختار بوسني ايهم اكثر؟ حلو. يعني انت بتشتري يعني تشتغل على البوسنيين، لان في شوف رقم البوسنيين عدد سكان البوسنه 3,600,000 تقريبا. نعم. من ضمنهم 1,500,000 اي برا. بسم الله نبدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا من داخل قاعده الفي اي بي في مطار سراييفو الدولي. كان صراحه شفنا الاستاذ حمزه خيلوفيتش. طبعا استاذ حمزه هو مدير وصاحب شركه جلوبال جولد جلوبال العالميه للعقارات. استاذ حمزه طبعا من احد اعمده العقارات في البوسنه وتقريبا من 8 سنوات 9 سنوات، وهو يعني صراحه يعني كان له يعني جولات وصولات كثيره في العالم العقار في البوسنه، وما زال لحد الان واسمه معروف لدى طبعا كبار التجار وكبار المستثمرين العقاريين. مرحبا بك يا استاذ حمزه هنا في قناتنا على اليوتيوب. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا بأستاذ علي حبيبنا وصديقنا. عنديك الله يبارك فيك. الله يحفظك. وأهلا متابعينك الأعزاء. طبعا ده لقاء سريع كده في القاعة، سريع ولقاء كده قبيل الإقلاع يعني. حبان ندردش معاك في بعض الأمور العقارية. هنبدأ من أول ما بدأ السوق العقاري في البوسنة في عام 2010 تقريبا. من 2010 ل 2012 كانت نعم. البدايات الأولى. كيف كانت الأسعار؟ أوه طبعا الأسعار كانت بلاش. يعني ممكن نقول ان المتر الارض كان ارخص من متر السجاد او السجاد. يا الله ارخص من متر السجاد. يا الله. يعني كانت اراضي اللي هي مثلا قيمتها دلوقتي 40 او 50 مارك او 60 مارك، يصل المتر كان ب 2 و3 مارك و4 مارك. يا الله. كانت ببلاش الا ربع زي ما بيقولوا عندنا في مصر. نعم. ببلاش الا ربع. طيب كنت تتوقع ان السوق العقاري ينطلق الانطلاقه دي؟ اياميها لا، اياميها لا، لكن دلوقتي بالخبره وهكذا يعني دي لسه البدايه. دي البدايه اللي احنا فيها الان. لسه البدايه اللي احنا فيه الان. نعم. بالرغم ان احنا بنتكلم عن اكثر من 400% الاسعار زايده. صح. لان في مش اقبال فقط عربي خليجي، في اقبال اوروبي، في اقبال مواطنين بوسنيين عايشين في الاطراف، اطراف الريف وهكذا، يعني مثلا بعيدين 100 كيلو في توزلا ومستار، بينقلوا فين؟ بينقلوا على المناطق القريبه من مطار من سراييفو عامه. سراييفو. اللي هي مثلا الياش، حجيج، فيسكو، برازا. المناطق المتعارف عليها. المناطق دي يعني ليها رغبه، او يعني مش بس من العرب، من البوسنيين، من البوسنيين اللي عايشين برا، يعني من اجانب، من اوروبيين. خصوصا ان في طبعا كلام قوي جدا ان الايام دي يعني او السنين القادمه ان البوسنه تتم رسم الاتحاد الاوروبي، يعني هي كعضويتها قبلت رسميا يعني. اكيد تكلمنا في الموضوع ده من قبل يعني. ايه تفاصيله بالظبط او ايه التفاصيل؟ انت كمواطن بوسني طبعا انت بتتكلم مصري زينا، لكن طبعا الناس تقول لك اه ده مصري بس لا هو بوسني اتجوز السفراء بتاعه فالراجل اتجوز السفراء بتاعك من بره. اب عن اب ام يعني. اب ام سنين. لكن مولود القاهره يعني. مولود القاهره ما شاء الله. طيب احكي لنا عن موضوع الانضمام بتاع الاتحاد الاوروبي ده بالظبط. يعني ادينا يعني بعض المتابعين عندنا بيسالوا يقول لي يا عبد الله اشرح لنا التفاصيل بالظبط. لائحه كبيره البوسنه لازم تبدا يعني تنفذها، من ضمنها طبعا توحيد الجيش وتوحيد الشرطه وبعض الامور في الضرائب، في لما تحصل في بعض الامور في الانتخابات، في البنيه التحتيه، في اشياء كثيره. فالبوسنه ابدت رغبه واستعداد انها تبدا تنفذ هاي الامور. اوكي؟ وبدات فعليا نفذت يعني فوق مثلا 60 او 70% منها نفذ. فهم لما الاتحاد الاوروبي شاف ان البوسنه بدات انها تنفذ هاي المواضيع، قال خلاص احنا الحين هنعطيكم يعني احنا كاتحاد اوروبي قبلنا الطلب. اوكي؟ الحين هنبدا نساعدكم، يعني في الحين قروض اضافيه هتبدا تيجي على البوسنه، في دعم، في يعني مساعدات. طبعا البوسنه من اهمها لازم الطريق السريع البنيه الهاي واي يكون مربوط بالكامل، يعني نبدا فوق من لما ندخل من زاغرب لغايه نوم تحت لازم يكون هاي واي موجود بالكامل يعني. وطبعا انت اكيد يعني شايف ان الايام دي حاليا شغالين في تحت عند مستار وهكذا في قنيط وهي المناطق ماشيين عليه ممتاز جدا، يعني شغالين بقوه طبعا، وجدا مكلف لانه كله يا اما بين جبال او يعني صعب التنفيذ يعني مش سهل يعني.
فده يعتبر من اهم الشروط يعني. طيب تعتبر انت شايف يعني او انتوا كمواطنين بوسنيين حاسين ده هم في الاتحاد الاوروبي ده ميزه ولا عيب بالنسبه لكم انتوا كشعب او كمواطن؟ لا هو اكيد اكيد ميزه. ميزه ليه؟ لا. بالرغم من ان الاسعار ترتفع يعني في الاكل والشرب كل شيء هيرتفع، لكن حتى المرتبات بدات ترتفع دلوقتي. نعم طبعا لو انضمت الاتحاد الاوروبي خلاص مش بالمرتب الموظف مش هيكون 1000 مارك، هتتكلم بقى في 2000 يورو 3000 يورو فاهم مباشره. طيب سؤال تاني يا اخونا حمزه في موضوع الاستثمار العقاري والتطور العقاري والاستثمار الفتره الاخيره اللي احنا فيها الان. نعم انت شايف اكتر استثمارات مربحه بالنسبه لموضوع الاستثمارات العقاريه؟ نعم. اكتر شيء يعني في واحد يشتري ارض ويقسمها، واحد يشتري ارض ويبيع عماره. انت ما شاء الله عندك انشطه مختلفه. نعم. لكن انت من خلال خبرتك ايهم اكثر ربحا؟ شوف طبعا هنا في فرق بين استثمار صغير واستثمار اللي هو كبير. لما نتكلم عن عامة الاستثمارات اللي هي الواحد عنده مبلغ صغير ومحوشه وعاوز يستثمره، احسن شيء يشتري ارض خلاص يخليها، يا اما يقسمها لو ارض كبيره ويطرحها مره يستنى عليها ويبيعها مره ثانيه. او الشيء الثاني انه يشتري من مطورين موجودين اوريدي في البوسنه، مثلا زي مطورين مثلا يعني في مطورين اقوياء في البوسنه ضمن الاسماء عندهم عامه جنايه عامه يعني يعني شوف, شوف يعني. هو رقم واحد كرقم واحد يعني ممكن نقول عليه باسيفيك بوليفار اللي هو العماير اللي في ستوب وفي اوتوكا. يعني شوف مثلا قبل سنه ونص انا كنت بشتري هناك المتر، كنت بسوقه ب 1740 مارك. كم عن شقق؟ عن شقق المتر. نعم. شوف 1000 قبل سنه ونص 1740 مارك كانت المتر، الحين اتحداك تلاقيها اقل من 4300 مارك. الله اكبر، يعني كم ضعف، كم ضعف. وشوف المعلومه دي ممكن تسجلها يعني رسمي خليها. شوف احنا الحين في كام شهر؟ شهر فبراير. نعم. الحين الساعه 4300، على الصيف هيكون 6000 مارك. 6000 مارك خلاص. بعد السنه على 8000. يبقى هنقول اكثرهم ربحا هو الشقق حاليا. نعم استثمار. لكن شوف الشقق اكثر شقه مربحه في البوسنه هي استوديو والغرفه والصاله. معقول؟ نعم. انك تشتريها وتبيعها. مين يشتري مني بعد كده؟ بوسنيين. والاستوديو عادي يعيشوا فيها غرفة صالة عادي؟ يعني أجر فيه طالب لسه واحد متجوز جديد يعني كذا. يبقى احنا النهارده احنا بنقول لو عايز حد استثمار مربح يشتري شقق صغيرة. نعم. شغق يعني صغيرة. مثلا شوف أنا مثلا عندي شقتين صغيرين كنت عاوز أطرحهم للبيع، أول ما تطرحهم تبدأ تيجي لك الأسئلة والناس جدية عاوزة تدفع. وعندي شقة كبيرة بنفس الحجم يعني مثلا دي 40 40 دي شقة 80 متر و90 متر. دي فين وفين لغايه لما حد يكلمك او يعطيك كومنت او يبلغك انا مهتم بالاستوديو الاستوديو والغرفه والصاله هي التابعه. صح. طيب هل ممكن طبعا ده كله اسف ده كله استثمار بوسني فاهم. يعني انت تشتري يعني تشتغل على البوسنيين، لان في شوف رقم البوسنيين عدد سكان البوسنه 3 مليون 600 تقريبا. نعم. من ضمنهم مليون ونص عايش برا. مليون ونص نص برا بالضبط تقريبا نص الشعب. فالنص الشعب ده لازم يكون ليه حاجه في البوسنه. يقول لك البيت كبير وتكلفه وابني شيء ولازم انظف وتامين وهكذا، اما الشقه اقفل عليها بالمفتاح وخلاص. يعني طب ممكن لو حد من العملاء عندنا حاب يشتري في موضوع شقق ممكن نحط رقم تليفونك يتواصلوا معاك؟ ان شاء الله اكيد. ممتاز. يبقى كده احنا خدنا السؤال الاجابه على السؤال الاول اكثر استثمارات مربحه. طيب السؤال الثاني اكثر استثمارات امانا، يعني ما بتهزش ما فيش فيه انخفاض في الاسعار. شوف الاراضي، لكن شوف هنا حاجة مهمة جدا لما تشتري الأرض لازم تتأكد منها هل هي سكنية ولا مش سكنية. دي أهم حاجة. تفرق؟ أكيد. إزاي؟ لأن الزراعي لما تشتريها وأراضي مش مؤهلة تكون سكنية، أوكي في المستقبل ممكن تتحول، لكن ده هل هتتحول مش هتتحول ده بقى سؤال. وتدخل تستنى سنة سنتين خمسة عشرة عشرين الله أعلم. أما لما تشتري حاجة في الأساس سكنية وفي موقع كويس مميز يعني دايما سهل البيع فيه. نعم. يبقى كده ده الاستثمار الآمن، يعني ممكن تشتري ارض وتكون سكنيه وتسيبها. نعم. ومستحيل تقل سعرها. بالظبط. في ارتفاع في ارتفاع شبه مش سنوي، ارتفاع شهري. ارتفاع شهري. طيب نخرج شويه عن الاستثمارات العقاريه ونتكلم عن المواطن البوسني لما دخلوا الشركات العربيه والاستثمارات العربيه كيف كانت يعني في الاول انطباعات الاهل البلد لما شافوا بداوا العرب بييجوا كاستثمارات وكده، كيف كانت الانطباعات الموجوده؟ شوف هو عامه لما العربي بياتي العربي شوف احنا بنفكر في معلومه انا صدمتني عرفتها قبل سنه سنه ونص. كم عدد السياح او كم نسبه العرب من نسبه السياح الاجماليه؟ ايه رايك؟ حلو السؤال. نسبه العرب من السياح الاجماليه اللي في البوسنه يعني اتوقع مثلا انا من خارج انا طبعا انا شفت الارقام اتوقع من 20 ما زادش عن 30%. انا كنت فاكر
60-70%. طلع ما يقعدوش 3%. 3%؟ 3%. يا الله. لكن ايه الحلو فيه بقى؟ ان المستثمر العربي او السائح العربي بيصرف. خلاص طبعه كده. على عكس الاوروبي. على عكس الاوروبي. فلما يجي يعني كل حاجه بتشتغل، المطاعم بتشتغل، الفنادق بتشتغل، اللي هو الاول جار بيشتغل، اللي هيذبح لك الذبيحه، الموظف البسيط اللي هينظف البيت او مش عارف ايه، الحارس وهكذا. فبيعني يعني وده كله كاش، فبيعين عيش، بيعمل فتره انعاشيه دوره انعاشيه يعني كاش في البلد. يعني انتوا كموظفين حبيتوا بالظبط، حبيتوا الامر. يعني انت بتقعد مثلا في وسط المجالس مثلا والديوانات البوسنويه، عندكم ديوانات زي عندنا كده يعني حاجات قريبه كده، في جلسات بيتكلموا يقولوا يعني العرب جم نشطوا البلد، العرب جم. نعم نعم نشطوا كل حاجه. شوف اول حاجه نشطوا لك السياحه، المطاعم، المقاولات، الدبايح، كل حاجه يعني فاهم. حتى فتره الصيف عندك الناس اللي تغيير السيارات، عندك مثلا الناس اللي بتشتغل مع العرب على خدمتهم ورعايتهم وهكذا. نعم. نشكرك اخ حمزه على الجزء الاول من اللقاء، ونلنا ان شاء الله جزء ثاني عشان ما نطول على باذن الله. حبيبي حبيبي، وتحياتي لك يا اخ حمزه. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله.